السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درسنا اليوم سوف نتعرف على الإعلال والإبدال. قد يحدث تغيير في بعض حروف الكلمات بأن يحذف بعضها أو يحل بعضها محل الآخر. فإن كان ذلك في حروف العلة سمي إعلالا، وإن كان في غيرها سمي إبدالا. يعني واحد الحرف كيتغير في واحد الكلمة، إذا كان الحرف من حروف العلة الواو الألف الياء فهذا هو الإعلال، لكن إذا كان هذا الحرف ماشي من حروف العلة فهذا يسمى الإبدال. يعني الإعلال عنده علاقة بحروف العلة. الإعلال هو تغيير يقع في حرف العلة إما بالتسكين أو بالحذف أو بالقلب. يعني هنا الإعلال ثلاثة أنواع، إما بالتسكين أو بالحذف أو بالقلب. النوع الأول إعلال بالحذف، يكون في الأجوف يعني اللي وسط حرف العلة. إذا سكنت لام الأجوف بسبب البناء أو الجزم حذفت عينه، وذلك في الحالات التالية: مثل الفعل جعل، جلت، جلنا، جلنا. يعني هنا كتشوفوا الحرف العلة ما كاينش. سيرت الأصل ديالها هو سار، ما كاينش حرف العلة. خاف، خفت. نفس الشيء يجلنا، يسرنا، والأصل هو يجولنا، يسيرنا. وفي المنقوص تحذف ياؤه عند تنوينه، أي إذا كان نكرة غير مضاف في حالة الرفع والجر، مثل حضر قاض، حرف العلة تحذف. قلب الألف، هنا الإعلال النوع الثاني، الإعلال بالقلب. قلب الألف ياء، مثال رمى، رميت. كما كتلاحظوا الألف مقصورة ولات ياء. فتى، فتيان في المثنى. قلب الألف واو، الألف كتولي واو. دعا، دعوت. هنا الإعلال بالقلب. قلب الياء واو، مثل تقوى وفتوى. قلب الواو ياء، مثل ميزان، والأصل كما شفتوه. قلب الياء والواو همزة، إذا كانت عين الفعل الثلاثي واو أو ياء تقلب همزة في اسم الفاعل، مثل قام قائم وباع بائع. الإعلال بالنقل، تعريفه هو نقل حركة الحرف المتحرك المعتل إلى الساكن الصحيح قبله، وهو لا يقع إلا في المعتل العين سواء كان اسما أو فعلا. يعني حركة الحرف المعتل كتحرك الاسم الحرف اللي قبل منه، مثال قال، يقول، ويبيع. الأصل يقول ويبيع. الحركة ديال الحرف العلة انتقلت الحرف اللي قبل منه. الإبدال هو حذف حرف ووضع آخر مكانه، وأشهر حالاته إبدال الواو أو الياء همزة إذا تطرفتا بعد ألف ساكنة، يعني اللي جاو في الأخر تاع الكلمة، مثل سماء بدل سماو، وقضاء بدل قضاء. إبدال الألف همزة إذا تطرفت بعد ألف، مثال صحراء. إبدال ألف صيغة فاعل همزة في الفعل الأجوف، مثل قائل بدل قاول، بائع بدل بايع. إبدال فاء صيغة افتعل تاء، مثل اتصل بدل اتصل، واتصل بدل اتصر. وشكرا جزيلا على انتباهكم، وما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم، ونتمنى هذا الفيديو أنه ينال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى أنكم تشاركوا في القناة ديالنا، وإذا عندكم أي سؤال طرحوه عنا وحنا إن شاء الله نحاولوا نجاوبوا عليه. وشكرا جزيلا.